السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مجددا في برنامجكم ومضات رمضانية للموسم الثاني، ومعنا طالب آخر من طلاب المتميزين سوف يقرأ علينا شيئا من القرآن الكريم بإذن الله عز وجل. يعرفنا بنفسه. عبد العزيز إبراهيم الفاضل، مدارس المسجد الأهلية. ما شاء الله، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ما شاء الله، تبارك الله، جزاك الله خيرا. والآن ننتقل وإياكم إلى سؤال الحلقة، وهو: ما هي الآية في الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالعدل والإحسان ونهى عن الفواحش والمنكرات؟ نستقبل إجاباتكم باسم السورة ورقم الآية على قناة مدارس المجد الأهلية في اليوتيوب، وسوف يتم السحب يوميا على المشاركة الفائزة بإذن الله عز وجل. كما أن أكثر الحلقات مشاهدة وتفاعلا سيتم إعطاء الطالب المشارك فيها جائزة من البرنامج. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.